استشهد في مستشفى كمال عدوان شمال غزة الطفل كرم محمد قدادة البالغ من العمر 10 أعوام جراء سوء التغذية. وكان كرم محاصرا في مستشفى الشفاء مع والدته، ورفضت قوات الاحتلال السماح له بالخروج منذ والد اقتحامها الطفل كرم المستشفى. جدا، والدة الطفل كرم قدادة من 3 شهور كان يعاني من نتق واستفراغ واسهال وسخونة. أخذته على مستشفى الشفاء، أعطوه علاج وروحت فيه. ما كانش فيه من الإصابات يعني سرير فاضي. روحت على البيت لمدة 2 شهر وهو يعاني الطفل. آخر شهر دخلوه، لما دخلنا آخر شهر انحجز 9 أيام بالشفاء. لما فاتوا على مستشفى الشفاء اليهود 9 أيام، ولا أكل ولا شرب ولا علاجات. كان المبنى الرئيسي برا الصيدلية، احنا كنا في الاستقبال، ممنوع نطلع ممنوع ننزل. الولد عطش كتير ففتحنا محلول وشربناه اياه عشان الولد كان تعبان. ولما سمحوا لي اني اطلع فيه، طلعت فيه ووصلت لكمال عدوان في الحالة هذه اللي هو فيها.